اشهد ان لا اله الا الله الحسنى، وادناها اماطه الاذى عن الطريق. ده اذى، ده اذى. مش هتلاقي في اي بلد محترمه عروسين في الشارع يعملوا اللي هم عايزينه، والله العظيم ما في غير مصر. صح النوم بقى يا مرور يا نواب. اليسا بعد مين؟ اليسا يعني بعد شفاءها من سرطان الثدي ظهرت لاول مره. وانا مستغرب من الفيديو بتاع اليسا لسبب، انها كانت مريضه ما قالتش لحد، وبعدين سربت ده على صفحتها. اول حفله تعملها بعد شفائها، ربنا يشفيها يعني ويشفي كل مريض يا رب، من سرطان الثدي مطلعه ثديها على الناس. معرفش ازاي يعني. طب احتشمي يا ست، ربنا انقذك، احتشمي بقى يعني، ربنا انقذك وتشفيتي وربنا يشفيك. وانا بحب صوتها، انا بعشق صوتها، رومانسيه يعني الحديثه كلها في صوتها. انما العري ده ما ينفعش يا حاجه اليسا.